بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الرملي الشهاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: ويختص الإجزاء بالمطلوب سواء كان واجبا أم مندوبا، أي أن لفظ الإجزاء يكون صفة للواجب ويكون كذلك صفة للمندوب، وهو وصف للعبادة، فالعبادة تتصف بالإجزاء والعقد لا يتصف بالإجزاء. فتقول: صلاة العشاء مجزئة، وتقول: سنة الوتر مجزئة. فالإجزاء صفة لكل من الواجب ومن المندوب، فهو خاص بالمطلوب وليس كل مطلوب، بل خاص بمطلوب الفعل سواء كان جازما أو غير جازم. ولذلك قال: سواء كان. الضمير عايد لفين يا مشايخ؟ المطلوب. نعم، سواء كان المطلوب واجبا أم مندوبا، أي بالعبادة، أي يختص بالعبادة أصالة سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة. لا يتجاوزها، يعني أن الإجزاء لا يتجاوز العبادة ويكون وصفا للمعاملات وغيرها إلى العقد، مطلق العقد الشرعي. والعقد ده عبارة عن اتفاق إرادتين، المشارك لها، المشارك صفة للعقد، يعني العقد الذي وصف بأنه يشارك العبادة في وصف الصحة. فكل من العبادة والعقد يتصفان بالصحة، إلا أن العبادة تتصف بالإجزاء دون العقد. فالعبادة صحيحة، العبادة مجزئة، العقد صحيح. ولا تقل العقد مجزئ، لأن هذا وصف اصطلاحي، والجامعات العلمية لم تضع هذا الاصطلاح للعقد. وقيل هذا رأي ثان ذكره شراح جمع الجوامع، أن الذي يختص بالإجزاء هو الواجب، العبادة الواجبة هي التي توصف بالإجزاء، وليس المندوب كالعقد، يعني ولا يوصف المندوب بالإجزاء كما أن العقد لا يوصف بالإجزاء. وقيل مختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد، يعني كما أن المندوب لا يوصف بالإجزاء، أو أن المندوب لا يوصف بالإجزاء كالعقد لا يوصف كذلك بالإجزاء. ثم انتقل بعد ذلك وقال: والنفوذ والاعتداد معناهما واحد، يعني معنى النفوذ ومعنى الاعتداد متحدان. فالنفوذ هو الاعتداد، والاعتداد هو النفوذ، غير أن امتناع العبادة من حيث الوصف بالاعتداد ده أمر اصطلاحي، يعني الاصطلاح لم يوصف، أهل الاصطلاح لم يضعوا وصف الاعتداد للعبادة، وإن وضعوا لها لا النفوذ، لم يضعوا وصف النفوذ
للعبادة، وإنما وضعوا لفظ الاعتداد، يقولون صلاة معتد بها ولا يقولون صلاة نافذة. قال: والنفوذ والاعتداد معناهما واحد، لكن العبادة في الاصطلاح إنما توصف بالاعتداد لا بالنفوذ. يعني تقول صلاة معتد بها ولا تقل صلاة نافذة. فلذا جمع بينهما، فمن أجل أن من حيث الوصفية جمع بينهما. يعني إيه؟ يعني أنه لما لم تتصف العبادة بالنفوذ وكان العقد يتصف بالنفوذ، جمع بين الاعتداد وبين النفوذ. فالاعتداد وصف عام يشمل العبادة والمعاملة، والنفوذ وصف خاص يشمل العقد للعبادة، ولذلك جمع بينهما. طب ولماذا لم يكتفي بذكر النفوذ النفوذ الاعتداد عن النفوذ، ويقول يعني مثلا والاعتداد ولا يذكر النفوذ؟ بأن يقول ما يتعلق به الاعتداد ولا يقول النفوذ ويكفي بذلك. قالوا هذه المقدمة موضوعة للصغار من طلبة العلم، والصغار من طلبة العلم يحتاجون إلى توسعة العبارة، يحتاجون إلى زيادة الكلمات حتى يسهل على ذلك على أفهامهم. فالاعتداد وصف عام والنفوذ وصف خاص. أما سبب الجمع بينهما من أجل طالب العلم المبتدئ، قد يعرف الاعتداد ولا يعرف النفوذ والعبادة. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على علاقة العبادة بالوقت. والعبادة إن وقعت بعد وقتها فقضاء. طيب إيه هو بقى الوقت الذي نعنيه هنا؟ قالوا: الوقت هو الزمان المقدر للعبادة شرعا مطلقا، سواء كان موسعا أو كان مضيقا. فما لم يقدر لها وقت لا توصف لا بالقضاء ولا بالأداء ولا بالإعادة، لأن هذه الأوصاف تابعة لفرض وضرب وقت معين. يبقى قال: الوقت هو الزمان، والزمان معروف مش محتاج إلى تعريف، ده احنا عايشينه، المقدر للعبادة يعني محدد ابتداء وانتهاء، وقد يكون هذا المحدد ابتداء وانتهاء يسع العبادة ويسع غيرها، وقد لا يسع إلا هذه العبادة كشهر رمضان، سواء كان الوقت مضيقا أو كان الوقت موسعا. طيب هو ده الوقت، هو عبارة عن الزمان الذي حدده الشارع ابتداء وانتهاء للعبادة موسعا أو مضيقا. فهمنا كده. العبادة أخرج مين؟ أخرج المعاملات. هل أنت بتقول هذا بيع أداء وهذا بيع قضاء وهذا بي إعادة؟ قريتوا الكلام ده في الفقه؟ ما حدش بيقول الكلام ده في الفقه، وإنما كان ذلك وارد فقط في العبادات. قال: العبادة إن وقعت، ده بدأ بالقضاء ما بدأش بالأداء، غريبة جدا، بدأ بالقضاء ثم بعد ذلك تكلم عن الأداء ثم بعد ذلك تكلم عن الإعادة، غريبة، ما تكلمناش قبل ذلك إحنا في يعني سبب تقدمته للقضاء على الأداء، مع أن القضاء ده هو الأصل، الأداء هو الأصل. ليه؟ لأنه هو المتقدم والقضاء هو المتأخر. حد عنده علة لتقدمة القضاء على الأداء؟ الأداء هو أول الوقت، والقضاء ما هو القضاء من حيث الأحكام كالأداء من حيث الأحكام، يعني مش أحكامه كثيرة قليلة حتى نقول بأنه قدم ما كانت أحكامه قليلة على ما كانت أحكامه كثيرة.
ده هو يعني، يعني أنا لا أرى لها إلا التفنن في العبارة فقط. إن وقعت بعد وقتها فقضاء، وإن وقعت فيه، طب ما هو كان ممكن يقول العبادة إن وقعت في وقتها فأداء، أو بعدها فقضاء، أو بعده يعني بعد وقته فقضاء، وإن أو تكررت فتكون يعني إعادة. أنا شايف إن هو بس يعني عبارة عن تفنن في العبارة فقط. يعني إيه؟ يعني عبارة عن تغيير في الأسلوب. غيره بدأ بالأداء ثم القضاء ثم الإعادة. وفي جمع الجوامع كده، الأداء القضاء الإعادة. والعبادة إن وقعت يعني فعلت، مش وقعت يعني كانت معاك كده وسقطت من يدك، ده معنى وقعت أي أنها فعلت بعد وقتها فقضاء. يبقى القضاء هو يا مشايخ إيقاع العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا. نقول تاني لمن أراد أن يكتب وأن يحفظ عني، بارك الله فيكم وفي إن شاء الله. ما حدش بيدعي لي، أدعي لنفسي بقى. يبقى إيقاع العبادة، يبقى إيقاع العبادة جنس في التعريف، خرج به المعاملات فلا توصف بذلك. إيقاع العبادة خارج وقتها، خرج بذلك الأداء والإعادة المقدر لها شرعا. يبقى إذا مولانا أخرج كذلك ما لا وقت له. يبقى تعريف القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا. طب إيقاع العبادة هنا يقصد بها كل العبادة، يعني تصلي صلاة المغرب الثلاث ركعات خارج وقتها، أو تصلي من صلاة المغرب أقل من ركعة حتى توصف بالقضاء. ولذلك في جمع الجوامع يقول لك إيه؟ يقول لك فعل البعض، فعل بعض ما خرج، فعل بعض وقيل كل ما خرج وقته، عشان يضبط التعريف. لأن ممكن تصلي أقل من ركعة في الوقت وأكمل خارج الوقت وتكون الصلاة قضاء، مع أنني لم أفعل كل الصلاة خارج الوقت وإنما فعلت معظمها خارج الوقت. فافهم في هذا، إحنا عندنا لو حضرتك صليت ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فيها عدة آراء في المذهب الشافعي. قيل بأنها توصف العبادة كلها بالأداء، صليت ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت تتسمى إيه؟ أداء، لما في الحديث، حديث الصحيحين، طب ليه؟ قال والله لأني هذا الرأي يلحق ما لم يفعل بالوقت بما فعل في الوقت، يجعل الذي فعل خارج الوقت تابع لما فعل داخل الوقت. وكأن الركعة التي صلاها هي الأساس وما بقي عبارة عن ملحقات بها مثلها وهكذا. وهناك من قال بأن كلها يكون قضاء، وده رأي موجود عندنا هتلاقيه في الروضة، روضة الطالبين، الكل يكون قضاء كأنه ألحق.
ما فعل داخل الوقت بما فعل خارجها. وعلى ذلك فيبقى التعريف سليم، ويكون إيقاع العبادة سواء كلها أو بعضها خلصت، يبقى إيقاع العبادة. طيب بعضهم قال لا، إحنا ما فعل داخل الوقت هيسمى أداء، وما فعل هيسمى خارج الوقت يسمى إيه؟ يسمى قضاء. ثلاثة آراء. والعبادة إن وقعت بعد وقتها فقضاء، يعني فهي قضاء. يبقى قضاء دي ايه؟ خبر، فهي قضاء، وهي تبقى ايه؟ تبقى مبتدا. طب والفاء ديت فاء ايه؟ فاء الجواب التي تربط الشرط الجواب بالشرط. ان وقعت بعد وقتها فهي قضاء. وإن وقعت فيه يعني أديت وفعلت، يعني فعلت العبادة في الوقت المقدر لها شرعا، فتكون أداء، فأداء يعني فهي أداء. ارجع تاني ونقول الأداء إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. إيقاع العبادة جنس في التعريف يخرج به المعاملات في وقتها. وقتها أخرج القضاء لأنه يفعل خارج الوقت المقدر لها شرعا. خرج العبادات التي لا يقدر لها وقت، قال وتكررها فيه إعادة، يعني وإن أوقعت العبادة مرة ثانية في نفس الوقت المقدر لها شرعا فإنها تكون إعادة، وتكررها فيه إعادة. وتكررها إعادة دي تعربوها إيه؟ تعربوها خبر، خبر لتكررها، سواء سبقت بأداء مختل أو لم تسبق بأداء مختل. صلى صلاة العشاء وهو يصلي أحدث، فبعدما أحدث ذهب وتوضأ وصلى مرة ثانية. هذه الصلاة بما تسمى؟ تسمى إعادة لأنها سبقت بأداء مختل. صلى صلاة العشاء ثم وجد جماعة فأراد أن يصلي معها فصلى معها، بما تسمى الثانية؟ تسمى إعادة. يبقى الإعادة هي فعل العبادة مرة ثانية سواء سبقت بأداء مختل أو لم تسبق بأداء مختل. وفي جمع الجوامع حكى أنه من قيل بأنه لا بد أن تسبق بأداء مختل حتى تسمى إعادة، وقيل لا بد من العذر. ثلاثة مذاهب، خلينا مع غاية المأمول. قال ومن أخر، هنا يتكلم على مسألة لطيفة جدا. دلوقتي صلاة الظهر كم يؤذن لها؟ يؤذن الساعة 12 إلا تلت. عارفين 12 إلا تلت يعني إيه؟ يعني 11:40 وصلاة العصر متى يؤذن لها؟ 3:42 يعني ما بين الظهر والعصر قد ايه كده؟ 3 ساعات. يا اخوانا اصحوا يا اخوانا، الله يكرمكم. ده 12 الا تلت والثانيه 3 الا تلت، يبقى كم ساعه؟
يبقى 3 ساعات. هاب ان واحد الطبيب قال له اللي بالك انك انت هتموت بالمرض اللي عندك ده غالب ظني الساعة 1:30، واذن عليه صلاة الظهر واخر صلاة الظهر، وكان ظان باخبار الطبيب انه سيموت الساعة 1:30. ده تقريب، وهذكر لكم مثال تاني، واخر صلاة الظهر عن الساعة 1:30، وربنا سبحانه وتعالى كرمه وامد في عمره. هنا فيه حكمان، الاول انه اثم بالتاخير لانه تعدى، اخرك ل1:30 تضيق عليك الوقت، فلو لم تصلي فانت هكذا يعني ساع في مخالفة المولى سبحانه وتعالى، وهذا حرام، فأنت آثم لأنك خالفت الوقت الذي تضيق عليك باعتقادك وظنك. هذه أول قضية. قضية الثانية، هب إنه هو صلى بعد 1:30 التي كان يظن عندها أنه سيموت، هل يسمى فعله قضاء أو إعادة؟ اختلف العلماء فيه على رأيين. الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء يرون أن ما فعله من الصلاة بعد ظنه يسمى أداء، لأنه قد فعل الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا. وذهب القاضيان الباقلاني والقاضي حسين إلى أنها قضاء. لماذا؟ لأنه فعل العبادة خارج وقتها الذي تضيق عليه. ولذلك فالأول يقول بأنها أداء، والثاني يقول بأنها قضاء. الأول يقول العبرة به الواقع ونفس الأمر، ولا عبرة بالظن البين خطأه. والثاني يقول لا، أنا اعتبرت ظن هذا الرجل وقد تضيق عليه الوقت وهكذا. وأقرب ما صورناها به ونحن ندرس إن واحد حكم عليه بالإعدام، هيعدموه لأنه ارتكب ما يوجب الإعدام، واخد بالك؟ وقالوا له هنعدمك الساعة 2 الظهر، وصدر القرار وصدر الأمر، وارتدى البدلة الحمراء. البدلة الحمراء دي زي أحمر كده، دليل على أنه يا مولانا هيتعدم، مع أن زي الأحمر ده حقيقة يعني كأنه كده بيقول له إيه؟ الأحمر ده يعني لون النار، كأنه والله كأنه حاجة كئيبة جدا يعني. طب ما تلبسه أبيض يعني تفاؤلا بأنه هو إن شاء الله أخرته تبقى بيضة ويكون تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ما عرفش يعني حاجة غريبة جدا. عندنا بيلبسوه اللبس الأحمر وكأنه يعني إيه، بيقول له خلي بالك هتولع بيك في نار جهنم زي اللون اللي أنت لابسه. غريبة جدا يعني، أنا أول مرة أفكر فيها وأنا قاعد معاكم. إيه؟ طب ما أنا عارف إنه هيموت، أنا ما ببحث إنه هيموت، الله يرحمه، أنا ببحث في اللون. لماذا اختاروا هذا لو لا إحنا نسأل قانوني في هذا؟ فقالوا له هنعدمك، لبسوا البدلة الحمراء، هنخليها البيضاء. وهنعدمك الساعة 2 الظهر. وأذن عليه الظهر الساعة 12 إلا تلت، يعني 11:40، وهو منتبه وترك الصلاة الساعة 2، وده والله بنشوفه في الأفلام. خدوه عشان يعدموه، واخد بالك؟ وعندنا للإعدام مراسم غريبة يعني بيتابعنا، بياخدوه
واخد بالك، هو طبعا ما بيقدرش يمشي، فاتنين يتهادى بين رجلين شايلينه كده وهو رجله ما بيمشيش بيها، ربنا يعافينا. ووضعوه امام الغرفه، اسمها كده غرفه الاعدام مغلقه، وجابوا واحد شيخ لابس عمامه زي عمامه الازهر وعمال يقول له توب الى الله، ما ده ساعه الغرغره هيتوب ايه، ما خلاص ده قضي فيه الامر، ده هيتعدم. فتوبت ايه يا مولانا يا ابو عمامه اللي هيتنفع له في هذا الوقت، يعني ده هيخش خلاص تقطع رقبته عند عشماوي. والشخص بقى اللي هو بيطبق الاعدام عليه احنا بنسميه ايه؟ عشماوي. هو تقريبا كان اسمه كده، ثم بعد ذلك صار علما بالغلبه، لعل ابو الواحد كان هو الذي يقوم بالاعدام اسمه عشماوي، ثم بعد ذلك صار علما على كل من ينفذ الاعدام، سموه عشماوي. عشماوي عش، هي كانها عش وماوي، يعني كانه ايه؟ عش قليلا ثم مات، يعني هو اسمه كده. ثم بعد ذلك صار علما على كل من يتولى هذا. ما انا احكي لك حاجات لطيفه في بلاد احنا شفناها في الافلام، وهي دي اللي موجوده في الحقيقه يعني. فبيجيبوا له الشيخ ده، شيخ ازهري كده ولابس العمامه تبع المؤسسه العريقه، وعمال ينقنوا الشهاده، قل لا اله الا الله وقل كذا وقل كذا وتوب الى الله وهكذا. ثم بعد ذلك يتقدم رجل من رجالات الداخليه، ضابط، يقرا عليه قرار الاحاله والجريمه اللي اداها والى اخره. وبعد ذلك ينطق بالشهاده، ثم بعد ذلك بياخذونه ويفتحون الغرفه وياخذونه للغرفه. الغرفه هذه بيبقى فيه يعني حبل، عارفين الحبل؟ حبل طويل هكذا، يضعونه في رقبته هكذا، وموقفينه على أرض خشب. أرض الخشب دي يعني إيه؟ في جزء منها يعني موقفه كده، موقفه بيبقى جزء مرتبط بماكينة، هذه الماكينة لو نزل بها هكذا يبقى بتنزل تحت، فتقوم ال نعوذ بالله الواحد رقبته وجعته تقوم الحبل يعني يضغط عليه لان هو بتقله، يقوم نازل بتقله، يقوم طبعا الحبل خنقه ويموت خنقا. ده طريقه تنفيذ قضايا الاعدام عندنا اللي احنا يعني شفناها في الافلام، انا ما شفتهاش بعناية، ولكن الافلام نقلت، وانا شاهدت في مره من المرات حلقه طويله مع عشماوي ده. يعني هقول لك حاجه، اللي داخل يتعدم لما بيشوف عشماوي ممكن بيموت من دون ما يتعدم، لان هو واخد مردود غريب، الشبه والصوره والشكل، شنبات طويله، شخص ضخم، واخد بالك؟ والله ملك الموت حنين عنه فيعني هو ده طريقه الاعدام في عندنا. ما اعرفش بقى عندكم شكلها ايه، يعني بيكهربوه مثلا، رمي بالرصاص. لا، رمي بالرصاص عندنا لما يكون متهم في قضية عسكرية، رمي بالرصاص لما يكون مثلا قضية خيانة، قضية متهم في هذا، فبيضربوه بالرصاص. الرصاص حن من الحدوتة دي، الحدوتة دي نفسها كده شكلها كده بتبقى صعبة جدا. على كل حال، هو الراجل فجابوه وودوه لغاية الغرفة. واحيانا ما هو رئيس الجمهوريه عندنا له امكانيه العفو عن مثل هذه الـ الاحكام. فرئيس الجمهوريه الله يكرمه بارك الله فيه اصدر قرار بالعفو عنه. ازاي يصدر؟ بيتصل بالنائب العام، والنائب العام بياخد اجراءات معينه وبيرسلها الى السجن فيمنع من تطبيق الحكم. فتم هذا الساعة 2 الظهر وهو واخدينه، صدر قرار بالعفو. الراجل الحمد لله قال الحمد لله، أقوم بقى أصلي، أنا خلاص كنت ميت. صلاته دي بقى قضاء، ما بعد 2 بقى، ده هو ده مش كان ظانن، ده كان متيقن.
ده معتقد، ده جازم من جواه، ده شايلينه اتنين ولابس البدله الحمراء وماشي في الطريق وفاتحين الغرفه قبل ما يصدر قرار العفو. يبقى ايه؟ لا ده ما ده اعتقاد جازم بس مش مطابق للواقع. لانه في الاخير ظهر ان اعتقاده ده مخالف للواقع. هو كان يظن انه اخر الوقت الساعه 2 لانه هيموت، ثم بعد ذلك ما ماتش. أداء ولا قضاء؟ قيل أداء وقيل يا مشايخ قضاء. عارفين ده برضك مثله يا مشايخ؟ سهل جدا. امرأة اعتقدت أنه يفاجئها الحيض بعادة يعني قبل ذلك الساعة 2 الظهر، جربت نفسها كل شهر كان الساعة 2 الظهر بالضبط. شكرا يا ساقي. الساعة 2 الظهر بالظبط يفاجئها الحيض. طيب قبل الساعة 2 تصلي، وجب عليها، وتضيق عليها الوقت بظنها فما صلتش، وجه الساعة 2 لم يفاجئها الحيض واختلت عادتها. طيب فعلها للعبادة بعد الساعة 2 قضاء ولا أداء؟ قيل وقيل. واحد كأنه ظن أنه سيجن. والله الكلام ده موجود في جامع الجوامع، شرح جامع الجوامع. ظن أنه سيجن الساعة 2 الظهر وترك الصلاة ولم يفعلها، ثم بعد الساعة 2 الظهر لقى عقله زي ما هو ثابت، يا مثبت العقل في الرأس. طب فعل الصلاة أداء ولا قضاء؟ وهكذا. هي دي المسألة اللي هتكلم عنها، وهي مسألة لطيفة جدا، مسألة لطيفة وظريفة. ومن أخر الواجبة، خلي بالك انه كمان الرأي ده مبني على ايه؟ مبني على إثبات الواجب الموسع، ومبني على الرأي الأول الذي يقول بأن الواجب يتعلق بأول الوقت. قال: ومن أخر الواجب، اللي هو يا مشايخ الواجب الموسع. وكيف يؤخر الواجب الموسع؟ بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا، مع ظن الموت، مع أنه ظن أنه سيموت، وكذا ظن كل مفوت من جنون أو حيض. عقب أو ومن أخر الواجب مع ظن الموت عقب ما يسعه من الوقت، ده قايد. طب هب ان هو قالوا له احنا هنعدمك بعد دقيقة من صلاة الظهر، ده ليس عليه شيء، لان هنا بيقول له ايه؟ بيقول له عقب ما يسعه، يعني لابد ان يكون بين الاذان وبين هذا الظن قدرا يسع الصلاة. فلو لم يكن بين أول الوقت وبين ظن الفوات ما يسع الصلاة لا يأثم بها، ولا تكون بعد ذلك لا قضاء ولا دي قضية تانية خالص، هيبقى أداء مش قضاء بلا خلاف، لأن شرطوا لهذا أن يكون هناك قدرا يسع إيقاع الصلاة. يعني مثلا بعد الصلاة بأربع ركعات يبقى تضيق عليه. وهل يا ترى يلزم معها أن يتوضأ وأن يتقمص وأن يتعمم وأن 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 وأن؟ يلزم معها ذلك، يبقى مش بقدر بس أربع ركعات، لا ده بقدر أربع ركعات مع
شروطها ومع مستحسناتها كما ذكروا ذلك في صلاة المغرب. يبقى قدر 4 ركعات مع كل الشروط ومع كل المستحبات، وقدر أن يأكل لقمة يكسر بها حدة الجوع، يبقى قدرا ما يسعه من وقته. فإن لم يكن هناك قدرا ما يسعه من وقته وظن الفوات في هذا القدر، فإنه حينئذ لا شيء عليه، حتى لو ما صلاش لا إثم، ولو فعلها بعد هذا الوقت يكون أداء باتفاق، لأن الوقت اللي هو اللي هيفوت فيه لا يحتمل هذه العبادة. قالوا لي بعد الظهر ب5 دقائق الساعة 12 إلا ربع يصدر قرار الإعدام، وهو بيأذن الساعة كام؟ الساعة 12 إلا تلت، يعني 11:40، وقرار الإعدام هيبقى الساعة 11:45. يبقى منين هقدر أتوضى؟ منين هقدر إن أنا ألبس؟ منين هقدر أخذ زينتي؟ منين أقدر أصلي 4 ركعات؟ خلاص يبقى أصلا هي لم تجب عليه، لأنه ليس قادرا. إلى افرض أنه اتعدم يبقى مش هتجب عليه، لأنه ليس قادرا على أدائها، لأن الوقت المتبقي من عمره لا يسع هذه العبادة. طب هب أنه عاش، لا تبين أنها واجبة عليه. رقم 2، هو ليس آثم على كلا الحالتين. رقم 3، هي قضاء ولا أداء؟ لا أداء. أمال الرأي اللي معانا ده؟ لا، الرأي اللي معانا ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده له شروط. قال: ومن أخر الواجبة عقب ما يسعه من وقته عصى، يعني عصى بسبب التأخير، عصى يعني ارتكب وزرا وإثما، عصى يعني خالف المولى سبحانه وتعالى. قال: لظنه فوات الواجب، انت ظن ان الواجب سيفوت عليك فتركته، فانت مقصر في العلاقة التي بينك وبين الله وعاصي. لظنه فوات الواجب بالتأخير، والتأخير إما متعلق بعصا وإما متعلق بفوات. العبارة دي بالضبط هي عبارة المحل، خلي بالك. عصا بالتأخير، فالعصيان سببه أنه أخر العبادة عن وقتها الذي تضيق عليه باعتبار ظنه، أو عصى لظنه الفوات بالتأخير، أو أن الفوات حصل بالتأخير. فوات العبادة كيف يكون؟ بأن يؤخرها ولا يشتغل بها في وقتها الذي تضيق عليه باعتبار ظنه. فإن عاش، قلائب دي مسألة تانية، هب أنه عاش، قتل وطبق عليه الحد، هو آثم. هذه المرأة هاجمها الحيض وفاجأها الحيض بعد دخول الوقت ومضي وقت يسع العبادة ولم تصلي، فهي آثمة إن فاجأها الحيض. طيب هب أنها لم يفاجئها الحيض وخالفت عادتها أو خالفتها عادتها، فما الحكم؟ إن فعلت في الوقت فهو أداء. قال: فإن عاش في هذه الصورة، وسلمت من الحيض في صورة الحيض، وسلم من الجنون في صورة الجنون. على كلامي، ما أنا بشرح كلامي يا مولانا وبشرح كلامه، يعني أخذ بالك ده 15 سنة بشرح في الكتاب ده. فإن عاش، ربنا يكرمه يعيش، أي تخلف ظنه وفعله، فعل اللي هو الضمير عائد لأمشايخ الواجب،
وفعل الواجب الموسع في الوقت، يعني في الوقت المحدد له بتحديد الشارع لا بتضييق ظنه، فهو أداء. لماذا يكون أداء؟ لأنه أوقع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. طيب، على الأصح يبقى هي مسألة خلافية، وهذا الأصح نظر إلى الواقع ونفس الأمر. يعني إيه؟ يعني الواقع ونفس الأمر أنه قد أدى العبادة في وقتها الذي قدره الشارع سبحانه وتعالى، ولا عبارة بظنه الذي يعني اختلف. وقيل قضاء، وذهب إلى ذلك القاضيان وقالوا بأنه لما ظن ذلك تضيق عليه الوقت، فإذا أوقع العبادة بعد ذلك فقد أوقع العبادة في غير وقتها المقدر لها باعتبار ظنه. طيب، خلصنا من المسألة اللطيفة المنيفة الجميلة دي، وهي من المسائل اللي أنا بحبها جدا يعني. قال وسموا. طيب، ومن أخره، اللي هو يا مشايخ، وخلي بالك بقى المسألة اللي فاتت دي ما بتختصش برضك بالواجب، ده جروها إلى المندوب، جروها إلى الإيه؟ المندوب. ولكن المندوب مش هيبقى فيه إثم، هيبقى فيه ملامة بس لأنه ارتكب مكروها. وأما القضاء والأداء سيأتي فيه أيضا، خد بالك يا مولانا. يبقى الواجب ومثله المندوب، إلا أن المندوب لا إثم عليه في تركه وإخراجه عن الوقت الذي تضيق بظنه، لكنه إن فعل الصلاة المندوبة بعد هذا الوقت الرواتب، يعني هو ساب صلاة الظهر وفعلها بعد الساعة 2 الذي تضيق عليه، هو آثم. ماشي، صلاة أداء ولا قضاء؟ في قيل وقيل. طب والنوافل اللي عملها الرواتب؟ ما هو خلاص بقى هيصلي، بقى صلى ويصلي ويقوم ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى لأنه قد عفاه، فأنا كما صلي كمان النوافل. طب والرواتب دي قضاء ولا أداء؟ فيها نفس الخلاف، فيها نفس الايه؟ الخلاف. الجمهور يقولون بأنها أداء لأنها وقعت في وقتها المقدر لها شرعا، والقاضيان يقولان بأنها قضاء. فهمتم يا شيوخ الإسلام؟ طيب، ومن أخره، الضمير عائد ليه يا مشايخ؟ للواجب، مع ظن السلامة. يعني احنا هو كلنا أذن علينا للعشاء أم لا؟ أخرنا الصلاة أم لا؟ ومع تأخيرنا نظن أننا يعني سالمين غانمين، وربنا يطول كلنا في أعمارنا. ومن أخره، الواجب اللي هي صلاة العشاء في حقنا الآن، مع ظن السلامة من الموت سليم إلى آخر وقته، يعني إلى آخر وقته بحيث يبقى ما يسع العبادة مع شروطها، ومات فيه. هب إن حضرتك قلت أما روح البيت أصلي صلاة العشاء بعد ما خلصنا الدرس، ما انت أخرت اهي صلاة العشاء. أنا بتكلم على أي حد، لحسن واحد يقول لك أنت بتفول علي. لا يا مولانا، تقلقوش، والله هتعيشوا إن شاء الله. يعني هي يعني في الحالة اللي زي دي هو آسم؟ ليس آسم، لأن ربنا أباح له أن يؤخر إلى آخر الوقت بحيث يبقى ما يسعها.
فهو ليس معتد بخلاف الأول، هو معتد. قال: فالصحيح ومات فيه قبل فعله، يعني قبل فعل الواجب، فالصحيح أنه لا يعصي، يعني الصحيح أنه ليس بآثم. لماذا؟ ده ربنا اللي جوز لي أن أؤخر، وقد يعني فعلت ما أجازه الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لي أخر إذا كنت ظان السلامة إلى أن يبقى من الصلاة ما يسعها، وأنا أخرت بهذا. ثم جاءني ملك الموت بلا تقدمة وبلا إرسال، يعني لما ملك الموت جاني ما كتب ليش رسالة، قال لي هاجي لك بعد 10 دقائق ومصلي، ما حصلش، ده جاءني الموت فجأة. قال: لأن التأخير جائز له، يعني مأذون فيه بلا إثم، والفوات ليس باختياره. وأنا أعرف لم أخطر الفوات، لم أخطر ملك الموت الذي أدى إلى فوات العبادة. طيب، بخلاف من أخر الواجبة الذي وقته العمر. إيه هو بقى الوقت؟ العبادة التي وقتها العمر كالحج. الحج الله سبحانه وتعالى الكريم جعل العمر كله وقتا لأداء فريضة الحج، فلو كان قادرا هذا العام وأخره حتى يحج العام القادم، وهذا العام كان مستطيعا عنده يعني زمن الحج، فقال خلاص بلاش سنة 2016 لا نحج هذا العام، وسنحج العام القادم إن شاء الله، عندي العيال بجوزهم، لما خلص جوازهم السنة دي أبقى أروح السنة الجاية أو اللي بعديها، الفلوس موجودة في البنك الحمد لله، في جزء منها بالدولار، في جزء منها باليوان الصيني، في جزء منها بالرنجت الماليزي، كل عملات الدول موجودة في البنك، واخد بالك، وموجود الدراهم والدنانير أيضا، يعني ما تقلقش، وأخلص الموضوع ده وأبقى أروح أحج. فبعد بعد شوال وذي الحقة في ربيع مات في ربيع، هو آثم ولا مش آثم؟ وكانت صحته جيدة ولا سبق إنذار لذلك، وكان يظن السلام، قال لك ده أنا قوي، أنا بلعب رياضة، أنا قلبي سليم، ما عنديش مرض، أنا كل 2 3 شهر بروح أعمل تشيك وبحث عن جسمي في المركز العالمي لكذا والمركز مش عارف إيه وإيه، الحمد لله الصحة فل، واخد بالك، وبيأكل سمنة بلدي، عندنا في مصر يقول لك الصحة فل وبيأكل سمنة بلدي، طبعا السمنة البلدي مش موجودة دلوقتي، والمسألة خلاص بقى يعني رحلت، وكله بقى شكل وألوان وملوش لا طعم ولا قيمة. طيب، إلا الفول طبعا. كالحج مع ظن السلامة ومات قبل فعله. مات الراجل ده اللي أنا بحكي لكم عنه الله يرحمه في ربيع الأول فإنه يعصي على الصحيح، قال يبقى آثم، ده مولانا يبقى آثم، قال له ما هو العمر كله وقت ليه، ولما مات تبين أنه قد أخرج الحج عن العمر كله، يبقى عاصي ولا مش عاصي؟ يبقى عاصي. ونقرأ له الفاتحة الله يرحمه. قال: فإنه يعصي على الصحيح. طيب خلاص، ليه؟ لأنه تبين بموته أنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر لها شرعا، وقتها العمر كله، فلما مات قبل أن يفعلها تبين أنه أخرج الوقت قبل فعل العبادة. فهمنا كده. طيب، بسم الله ما شاء الله. من متى يكون الإثم؟ هل يكون من آخر يعني وقفة عرفة قبل وفاته، ولا من أول
ما كان معاه الفلوس، هو كان في سنة 2000 ربنا كرمه بكل الأموال الطائلة دي، ومات سنة 2016 بعد موسم الحج. فالعصيان يكون من سنة 2000 ولا من سنة 2016؟ ما هي سنة 2016 دي آخر سنة كان قادرا فيها ومات بعدها، وسنة 2000 هذه السنة التي كان قادرا على الخروج إلى الحج لأنه حصل له المال والاستطاعة وإلى آخره. عندنا فيها رأيين، الرأي الصحيح أنه من آخر سن الإمكان آخر سنة اللي هي 2016، لأنه أمكنه أن يحج في آخر سنة وهي سنة 2016. وقيل لا، بل يعتبر آثما من أولها. طب وإيه الفائدة يا مشايخ؟ ما اللي هيفسقه هيفسقه من إمتى؟ من سنة 2000. فيصبح كل شهادة شهدها مطعون فيه، مجروح، واخد بالك ليه؟ لأنه فاسق، لأن عدالته زالت. لا لا مش معانا خالص، ما تدربوش على دي، خلي بالك دي مشايخنا دربونا عليه. اربط يا مولانا. يبقى من سنة 2000 كل شهادة شهدها ستكون مجروحة لأنه ليس بعدل. ده قال لك ده ايه ده ترك الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، ده آثم كبيرة ولم يتب عنها. طب واللي قال بقى من سنة 2016 الشهادات التي شهدها قبل أن يموت صحيح؟ يعني افرض إن هو شهد على نكاح، جميل، هو واحد تاني شاهد على نكاح، يبقى يعمل ايه؟ يبقى النكاح بوفاته لو قلنا بأنه من سنة 2000 يبقى كل عقد نكاح شهد فيه هو وغيره فقط وليس هناك ثالث، يبقى النكاح باطل. افرض شهد على قصاص، هيبقى باطل. لا ده قضية ضخمة. ومن أجل هذا انظر إلى أصل العلماء دي ما بذكروش حاجة كده اللي هما فيه فاهمين يعني متعلقاتها. فلما يقول لك لا والصحيح من الأول والصحيح من الآخر، واحد مثلا لا عقل له وقليل الإدراك وضعيف البنية العلمية وقليل البضاعة، يقول لك ما هو آثم آثم، هيقول لي من الأول هيقول لي من الآخر، إيه الفايدة؟ الاتنين واحد، الاتنين واحد عندك انت لانك قاصر الملكات، مش فاهم ايه اللي هيترتب على الاتنين، خد بالك. قال والباطل لغة الذاهب، تقول بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا بضم الاوائل، يبقى بطلا وبطولا وبطلانا، دي كلها مصادر، بطلا بطولا وبطلانا معناه فسد. فالفاسد في اللغة، الباطل في اللغة هو الفاسد أو سقط حكمه، شيء ده باطل يعني إيه؟ يعني سقط حكمه، لا اعتدال به لا اعتبار به فهو باطل. الكلام ده هتلاقيه في المصباح، كلام لطيف يعني. وهنا قال لغة الذاهب، الذاهب يعني إيه؟ يعني الذي لم يبق له حكم، الذي لم يبق له أثر، أو الذي فسد، لأن الذي فسد ذهب عن الاعتبار. واصطلاحا من حيث وصفه بالبطلان لا من حيث ذاته، فالتعريف هنا تعريف بالرسم لا بالحد، لا من حيث حقيقته، لأن الباطل أصنافه وأنواعه كثيرة جدا، وحقائق هذه الأصناف الكثيرة جدا مختلفة. بطلان النكاح يختلف عن بطلان الصلاة،
يختلف عن بطلان الصيام، يختلف عن بطلان الحج، لأن حقيقة الصلاة غير حقيقة الصيام غير حقيقة الحج غير حقيقة النكاح. لكن ما الذي يجمع هذه في وصف البطلان إذا أردنا أن نعرفه بالرسم؟ أنه لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال: من حيث حقيقتهما، أي فعل لا يتعلق، يعني لا يرتبط به النفوذ ولا يعتد به، يعني لا يصح وصفه لا بالنفوذ ولا بالاعتداد، فلا يقال نكاح معتد به أو نكاح نافذ، لأنه باطل لما يستوفي أركانه وشروطه، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا. متى يفوت النفوذ والاعتداد؟ قالوا: بأن لا يستجمع شروط ولا أركان التي لا بد منها، عقدا كان، سواء كان عقدا كالبيع بشرط الخيار فوق 3 أيام، قال له: بعني هذه السيارة وأشترط عليك الخيار لمدة 50 يوم، قال له الثاني: بعتك على هذا الشرط. عند السادة الشافعية باطل، لأن الشرط الفاسد وهو امتداد الخيار فوق 3 أيام يفسد البيعة. أو نكاح العبد حرة، يعني تزوج العبد من حرة، وقد جعلت رقبته صداقا لها. لطيفة جدا الصورة دي، هو عبد وراح لكي يتزوجها، قالت له: أنا عايزة مهر. قال: طب اجيب لك مهر ايه؟ قالت له: رقبتك تبقى ملكي، وهي الصداق بتاعي، تبقى انت كده كلك ملكي. طب يا ست انا ما مملكش نفسي. لكن السيد بتاعه قال لها: وانا موافق، موافق على ان هو يتزوجك ويكون صداقه رقبته، يعني هو يبقى ملكك. ازاي تجمعين بين الزوجية وبين الملكية؟ ده انت ملكاه، كيف يكون زوجا لك؟ هيأمرك باسم الزوجية، هتطلعي روحه باسم الملكية. ولذلك لا يصح. ليه؟ لتعارض الحقين، وحق الملكية أقوى من حق الزوجية، مش هيقدر يمشي كلمته عليها لان هي سيدته. طب ده انا زوج، دي الزوج ده، ده انا زوجها. لا يا سيدي مش هينفع. قال: وقد جعلت، هي بيني وبينك جعلت، مش هي اللي هتجعل، وقد جعلت بالاتفاق رقبته صداقا لها. بجعل السيد يعني، مش هي اللي هتجعل. ومخالعة الصغيرة، يعني واحدة دون السن البلوغ، واخد بالك، تزوجت على الفقه القديم، يعني جوز واحدة عندها 10 سنين ولا يطأها بعد ذلك حتى تحتمل، هو بس كأنه إيه بيحجزها. عندنا في المصريين يقول لك إيه، بيحجزها لنفسه ولا يستمتع قدام، بقى بعد كده إن شاء الله لما تبلغ وتستطيع هذا تبقى بعد كده كأنه هياخدها يربيها. فقالت له: أنا بقى يعني أنت ما بتجيبليش الشوكولاتة بتاعتي اللي أنت بتجيبها لي، فأنا دلوقتي يعني عايز أختلع منك، وعايزة كل واحد يروح منا في حاله. طب هذا انت مخالعتك لا تصح، لان الفاظك وعباراتك غير معتبره،
قالت له طيب ما لما انت ما جبت ما اديتنيش الملاهي ولا جبت لي الشوكولاته، احنا كل واحد منا يروح لحاله واخد بال حضرتك. واللي انت يعني مؤخري ما هتسمع بقى، دلوقتي الاطفال عندهم 10 سنين فاهمين يعني. واتفقت معه على الخلع، فمخالعتها باطله لا تفيد مقصودها، مقصودها اللي هو ايه؟ تملك الزوج، مقصودها اللي هو ان تصير المختلعه اجنبيه عن الزوج، وان يتملك الزوج ما اعطاها من صداق، ده مقصودها، ولا يعتد بها، يعني ولا يعتد بكل ما سبق. مش احنا قلنا ولا يعتد بها ديت تنفعش ترجع ليه كل ما سبق، لان الاعتداد ده وصف للعبادة. في هنا مشكلة. مش احنا قلنا ان العقد يوصف بالنفوذ، واخد بالك، ويوصف بعدم النفوذ، والعبادة توصف بالاعتداد. لا، ما هو الاعتداد للعبادة وللمعاملات، إلا النفوذ للمعاملات فقط. كلام سليم. أو عبادة كصلاة القادر على ستر العورات عاريا، هو كان حضرته الدنيا حر جدا جدا وعايز يصلي، ومش ما يعني مش عايز يلبس ملابس، فخلع ملابسه وصلى. هو قادر على الستر، بس هو لقى الدنيا حر فقال لك اصلي كده عشان انا كده بخشع. او عبادة كصلاة القادر على ستر العورة عاريا، يبقى كصلاة القادر عاريا، يبقى صلى القادر حال كونه عاريا، يبقى عاريا دي يا مشايخ تتعرب ايه؟ تتعرب حال من ايه؟ من يا له؟ من القادر، حال كون القادر عاريا. قادر على ايه؟ قادر على الستر، قادر حسا وقادر شرعا. انتهينا من الباطل. لكن عندنا مصطلح اخر اسمه الفاسد، ما علاقته بالباطل؟ علماؤنا قالوا ان الباطل والفاسد سيان مترادفان، فما يسمى باطلا يسمى فاسدا، وما يسمى فاسدا يسمى باطلا، فهما مترادفان. فالباطل هو ما لا يتعلق به النفوذ والاعتداء، والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا الاعتداد، فهما مترادفان. ولكن الحنفية خالفوا في ذلك خلافا لأبي حنيفة، حيث إنه فرق بين الفاسد وبين الباطل، كما فرق بين الواجب وبين الفرض. والخلف لفظي، يعني عائد إلى اللفظ وليس عائدا إلى المعنى، لأنه حاصل عندنا إن ما يسمى بالباطل هل يسمى بالواجب؟ هل يسمى بالفاسد؟ الجمهور قالوا نعم، وأبو حنيفة قال لا، أنا مش هسميه، وهم قالوا هنسميه. طيب خلاص، سموا زي ما أنتوا عايزين تسموا براحتكم. ولكن أبو حنيفة بما خالف بينهما قال أنا عندي ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه يكون باطلا، لا هو من حيث هو مشروع، لا من حيث الأصل ولا من حيث الوصف، كبيع الأجنة في بطون أمهاتها لم يشرع بأصله، من حيث هو بيع ممنوع منه،
ولا بوصفه، وأيضا وصفه ده عقد على معدوم وغير قادر على تسليمه، وغير وغير وغير. أيضا كذلك لم يشرع من أجل ذلك، لا هو من حيث الأصل ولا من حيث الوصف مشروع. وما شرع بأصله أي من حيث هو ولم يشرع بوصفه هو الفاسد، كبيع درهم بدرهمين، فالدراهم من حيث هي قابلة للبيع، فمن حيث هي لا قابلة للبيع، فمشروعة مشروع البيع فيها بالنظر إلى أصلها. ومن حيث وصفها اللي هو اتنين بواحد غير مقبول غير مشروع، لكن من حيث هي بيع الدراهم قابلة للبيع، لكن الأجنة في بطون الأمهات غير قابلة للبيع، ومن حيث أنها غير قادرة على تسليمها ممنوع. طب ده من حيث هو يعني دراهم ودنانير قابلة للبيع، ومن حيث أنها درهم بدرهمين نهى الشرع عنها في المنع من الربا، فهي مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها فيكون فاسدا. طب وما الذي يفيده ذلك؟ قالوا إنه يفيد الملك الخبيث، هيتملك ولكن ملك خبيث يؤمر فيه برفع يده وبإسقاط ملكيته عنه تصحيحا لما سبق. طيب خلصنا، كلام جميل، العلم والله حلو، ما في أجمل أوقات نقضيها في القراءة والإقراء والله. ولكن أورد العلماء على التعريف الخلع والكتابة الفاسدان. قال لا، أنتم بتقولوا لا يتعلق به الاعتداد ولا يا مولانا ولا النفوذ، لكن إحنا عندنا أشياء متفق على فسادها ومتفق على أنها لم تستجمع ما يعتبر فيها شرعا وأفادت مقصوده. الخلع الفاسد، عندي في فرق بين الخلع الفاسد والباطل، خلي بالك، مين يعرف الفرق ما بينهم؟ الخلع الفاسد والخلع الباطل، مين اللي عارف الفرق ما بينهم؟ خلع الباطل بيبقى على غير مقصود، والفاسد على مقصود، فالخلع على الدم باطل لأن الدم غير مقصود، والخلع على الخمر فاسد لأن الخمر مقصود. وفرق الإمام النووي أورد على يعني الترادف أربعة أبواب ذكرها في الدقائق، دقائق الآية مشايخ، دقائق المنهاج. وهتلاقوا الإمام الإسنوي لو عندك التمهيد يا ولدي. وأورد على التعريف الخلع، لا وأورد على التعريف الخلع والكتابة الفاسدان. عارفين الخلع هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن فرقة على عوض معلوم بلفظ الخلع. الزوجة كده تيجي تقول للزوج أنا اتخنقت، طب عايزة إيه؟ ما هم يعني بيتفهموا، طلقني، لا لا ما بطلقش، أنا عملت لك حاجة؟ تقول له لا، بس أنت شكلك مش عاطفي، عايزة مين يعني مثلا؟ طيب فبتقول له والله أنا هدفع لك كذا كذا من أجل أن تطلقني وأن نختلع، فتقول له سأعطيك 1000 درهم على أن تخلعني، فيقول لها طيب يلا، فتقول له خالعني على 1000 درهم، فيقول لها خالعتك على ذلك، يبقى ده خلع. افرض أنه هو قال لها، قالت له خالعتك لأنه عارفة أنه هو خمرجي بيشرب خمرة كتير يعني، ما بيشربش عصير برتقال، فقالت له خالعني على زق خمر، بلا زق ده كان زمان، خالعني على زجاجة خمر
من النوع الشمبانيا. فقال لها ماذا؟ خلعتك على ذلك. يبقى ده خلع يا مولانا، خلع فاسد. طب الخلع الفاسد ده انتوا بتقولوا ايه؟ الفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا الاعتداد. على التعريف لا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به الاعتداد. وايه بقى هو النفوذ والاعتداد في الخلع الصحيح؟ ان المرأة تملك نفسها وان الرجل يملك العوض في الخلع. سليم سليم. طب ما دعوا الخلع فاسد وحصلت به الفرقة، فنفذ واعتد به من بعض الوجوه، فرأينا أن الفاسد يعتد به، وأنتم تقولون الفاسد لا يعتد به. فإنه والخلع أو الكتابة، وأيضا خلي بالك أن هناك فرق بين الكتابة الفاسدة والكتابة الباطلة. والكتابة الفاسدة أيضا كاتب العبد سيده على أن يأتي له كل شهر بزجاجة خمر لمدة سنة كاملة، فإنهما أي الخلع والكتابة يتعلق بهما النفوذ. النفوذ وهو الإيه؟ البينونة، لأن المرأة بانت بالخلع من زوجها. والعتق، ولأن العبد في هذه الحالة وافقه سيده عليها فإنه حينئذ يعتق، مع أنهما غير صحيحين الاثنين فاسدين. فرأينا الفاسد يعتد به وينبني عليه آثاره، فالتعريف فيه شيء. فيصير التعريف تعريف الصحيح غير مانع. ليه؟ لأن الخلع والكتابة الفاسدة دخل في تعريف الصحيح، لأنه تعلق بهما النفوذ والاعتداد، فيكون داخلين في تعريف الصحيح. وتعريف الباطل لا يكون شاملا لكل أفراده، لأنه لم يشمل الخلع ولا الكتابة الفاسدة. هنعمل يا مشايخ؟ عندنا جواب. قال وأجيب بأن تعلق النفوذ أي والاعتداد بهما ليس من جهة العقد. يا سلام، شاف الفهم بقى. والله يعني سيدنا علي كان يتباهى بالفهم ويقول إن هو إلا فهم أوتيناه في كتاب الله. الفهم يا أخوان، فهم ده نعمة. ولذلك عندما نقرأ لعلمائنا القدامى ونرى هذه العقلية التي نقحت وضبطت ويعني أسست هذه المدارس، ندرك مدى ثقب ويعني رجاحة عقلهم وقوة أذهانهم. قالوا لا صح، أنا معاك إن البينونة في الخلع حصلت وأن العتق في الكتابة حصل، ولكن الخلع الذي حصل فيه البينونة التي حصلت في الخلع لم تحصل بسبب الخلع الذي هو العقد، والعتق الذي حصل في الكتابة لم يحصل من أجل أن هذا العتق معتبر، هذه الكتابة معتبرة ونافذة. وما الحصل منين؟ الحصل من حاجة تانية خالص. انت رأيت ان الاثار ترتبت، انا معاك ان الاثار ترتبت، ولكن لم تترتب على الخلع لانه خلع، ولم تترتب على الكتابة لانها كتابة، وانما ترتبت من جهة ان الخلع حصل في تعليق طلاق ضمني، والكتابة حصل فيها تعليق للعتق ضمني.
فمن أجل ذلك ترتبت. وكمان خلي بالك، ما هو مش كل المتفق عليه تم. هنقول لكم إيه اللي فيها، بل من جهة التعليق. تعليق إيه؟ فين التعليق؟ التعليق اللي تم داخل العقد، ما قالت له خالعتك على كذا، فقال لها إن فعلت كذا فأنت كذا، يبقى في تعليق أهو. والتاني قال له إن أتيت لي بزق الخمر فأنت حر، فأتى له بزق الخمر، يبقى ده عتق معلق ولا لا؟ هو أنت قدامك صورتين، قدامك صيغة عقد وجواه تعليق. والتاني قال لها إيه؟ قال لها إن أتيت لي بزجاجة الخمر فأنت طالق، اللي هي جواها خالعها فيها، وأتت له بالزجاجة، طلقت أم لا؟ طلقت وبانت، وهكذا. يبقى في جواها يا مشايخ بداخلها تعليق. وأجيب بأن تعلق النفوذ بهما ليس من جهة العقد، ليس من جهة عقد الكتابة ولا من جهة عقد الخلع، بل من جهة التعليق، وهو صحيح لا خلل فيه. والتعليق الذي اشتمل عليه العقد هو تعليق صحيح، لا خلل في هذا التعليق، لأنه قال له يعني أنت حر إذا أتيت لي بزجاجة خمر فجابها له، وقال لها أنت مخالعة اللي هو جواها طالق إذا أتيت لي بزجاجة خمر. ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان. فالقراض اللي هي المضاربة، عبارة عن إيه المضاربة؟ المضاربة شكلها إنه بيقول له خذ هذه 100,000 واتجر لي بها، فياخذها أخونا موسى وهو شاطر في العسل الجبلي، ويروح يشتري بها عسل جبلي من أنغوشيا، وينزل يبيع العسل الجبلي لطلبة العلم هنا في مصر. إيه الإزازة اللي جايبها ب10 عملتكم إيه يا موسى؟ عملتكم اسمها إيه؟ ولا ما بتمسكش فلوس يا موسى؟ اسمها إيه؟ روبل. طيب فيجيبها هناك ب10، الروبل بكم جنيه؟ 5 روبل و1 جنيه. 5 روبل ب1 جنيه. طب الحمد لله الجنيه بتاعنا اللي فيه يعني ليه شكل. يجيبها من هناك ب5 روبل يبيعها هنا ب20 جنيه، والحمد لله. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قراض. اعطيتك هذا المال لكي تتجر لي فيه بكذا على ان يكون الربح بيننا مناصفة، ده اسمه يا مشايخ ده اسمه قراض. والوكالة معلومة، وكلتك في أن تشتري لي كذا. الفاسدان، القراض فاسد لأنه لم يحدد له النسبة الكائنة بينه وبينه، والوكالة فاسدة لأنه لم يحدد له المادة التي يشتريها تحديدا كافيا. يصح فيهما التصرف، يعني موسى لما أخذ هذه 100,000 يصح أنه يبيع ويشتري بيها، مع أني عقد القراض فاسد، لكن عقد القراض الفاسد اشتمل بداخله على إذن في التصرف. الوكالة الفاسدة وإن كانت فاسدة إلا أنها اشتملت على إذن في التصرف، فالإذن صحيح والعقد باطل لوجود الإذن فيه، وإن لم يصح العقد. قال بعضهم وقد يجاب عن الإراد بأن المراد
الاعتداد من كل وجه. الله، هي دي اللي انا عايز اقولها. في حاجه اسمها اعتداد كامل، يعني انت في الخلع ما اعتد به من كل وجه، بدليل ان هو ما يمتلكش الخمر، صح ولا لا؟ وهي مش ملزمه انها تعدلها له، وفي العتق كذلك، فلم يعتد به اعتدادا كاملا. انا بسميه الاعتداد الكامل. سيدنا هنا بيقول عليه الاعتداد من كل وجه، وهذان يعتد بهما من بعض الوجوه دون البعض الآخر. ويبقى هنا التعريف تقول إيه بقى؟ لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يبقى صح كده. لكن في الصحيح تقول إيه بقى؟ يتعلق به النفوذ ويعتد به اعتدادا كاملا، وهنا لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به من وجه دون وجه. طيب، انتهينا من هذا. في الفقرة القادمة إن شاء الله يتكلم على الفرق بين العلم وبين الفقه والعلاقة بينهما، ثم بعد ذلك يعرج على تعريف العلم ويتكلم عن بعض المصطلحات التي تقع في الكتاب، وعند ذلك ننتهي. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم